تحت امرك يا غالي. يلا يا شيخ. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بص يا غالي، البير ده حاليا اللي انا بتكلم فيه بير اعمار عاليه 100 فدان للبيع. ال 100 دول فيهم 25 فدان مزروعين زيتون ونخيل وخوخ او مشمش، تمام، والباقي محاصيل قمح وبرسيم حجازي. واخد البالك علي؟ طيب، يبعد عن الفرافرة بالضبط بالضبط 3 كيلو، الفرافرة جنبي منهم. طبعا انت هتقول لي السعر، انت عارف ان كل مرة بنزل السعر في اخر العرض كده، في الاخر خالص هتلاقي السعر. بس والله العظيم السعر غير قابل للتنافس خالص، سعر بص هادي خالص، هادي جدا، يعني حاجة تبارك الله، بسم الله ما شاء الله. بير اعماق زي ما انت شايف 75 فدان فيهم، منهم احجاز ومنهم محاصيل قمح وجاهزة برضو لزراعة القمح، والباقيين 25 فدان زيتون ونخيل ومشمش. تمام تمام، يعني حاجة تبارك الله. هنمشي شوية كده، فيهم كافور، بص أرض قديمة، شايف الكافور فيها عامل ازاي تبارك الله، محوطة بكافور وجزورين، شايف الكافور والجزورين قد ايه، يعني بقول لك ان الارض دي قديمة مش لسه جديدة. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك. يلا معلم. اشجار ندى زيتون الكبير دي في الترابيع، ده زيتون صح؟ ده زيتونة. عرفت يا غالي؟ تمام. برضه هنا على المراوع اللي كانت البرسيم بتلاقي شجر ليمون، يعني صاحبهم الراجل مهتم فيهم. شايف في جهاز ليزر للقمح، الارض دي جاهزة ليزر للقمح. تعال يا كبير، يعني 25 مثلا نقول على بعضهم وفصلهم طريق، بعضهم 25 فصلهم طريق 100 فدة حلوين تبارك الأرض الله. الأرض ديت على كم بير يا عصام عشان بس التفاصيل؟ بير أعماق الأرض الأرض وفي تاني بير برضه معاهم بتاع طيب. شمسية التفاصيل اللهم صل على رسول الله، بس عشان ايه نوضح بالراحة. الأرض ديت على بير أعماق، البير على 200 فدان، والأرض نفسها ال 100 فدان لوحديهم بقى اللي هم بير الأرض ال 100 فدان لوحديهم، يعني مش شركة في ال 200، لا ال 100 لوحديهم ليهم بير سطحي وعليه طاقة شمسية لوحديه، غير الشركة في الايه في الايه في النص بتاع ال 100 فدان، ال 200 فدان صح كده؟ ليهم النص في البير الأعماق، وخلف ان ليهم النص في البير الاعماق ليهم بير سطحي شغال على طاقه شمسيه خاص بيهم، غير النص في البير الاعماق. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، شايف الزيتون يعني الارض قديمه قديمه يعني فارح الزيتون. ارض استثمار عقد نهائي طبعا، ايوه عقد نهائي، ما عليهاش اي اقساط ولا اي فلوس للدوله، استثمار قديم. 25 فدان مزروعين زيتون ونخيل ومشمش، بشروا السنه اللي فاتت. خوخ يا عصام، خوخ ماشي، خوخ ولا مشمش مش هنختار، هنروح نبص عليهم دلوقتي لو المشوار قريب. تمام، لان المساحه كبيره. شايف الترابيع ديت مزروعه زيتون، هو كنت اتزرعها زيتون مثلا وغيرت رايي. كان مزروع في الحجازي ده، دي كانت حجازي، كان مزروع في حجازي في الحجازي صح؟ بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، مبشر. مبشر ايه؟ ده شجر قديم، ده مجموع من شغال، مش خبره ده. بعد التربيعة ديت يا باشا هتخش على برسيم حجازي تاني هناك. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على رسول الله. طبعا المية ليهم نص المية في البير العمق صح؟ مظبوط؟ ايوه، وليهم بير نص المية، ولهم بير لوحديهم خاص بيهم برضه سطحي. أيوة. تاني عشان ايه؟ بير على سطحي على طاقة شمسية، طاقة شمسية كام؟ 60 الطاقة الشمسية اللي على البير السطحي اللي خاص بال 100 فدان. البير العمق عليه ديزل ولا دربوكس؟ ديزل صح؟ البرسيم دي لسه بكر صغير ده.
كان محشور اها بكر صغير صح لسه جديد في السجر سجر قديم يعني الارض قديمه مش جديده بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله تبارك الله شايف السجر عامل ازاي فيه تبعد عن الفرافره 3 كيلو فيها 25 فدان نخيل وليمون وخوخ مزروعين لوحدهم نخيل وزيتون وخوخ 25 فدان والباقي 75 فدان مزروعين برسيم حجازي على ترابيع محاصيل قمح كده يعني نقول 75 فيهم 50 فدان حجازي مثلا 50 فدان نقول فيهم حجازي و25 تنين محاصيل يزرعوا قمح عرض زراعة قمح عاوز سعر في السعر ولا بطلنا؟ بطلنا بطلنا ليه؟ انت عارف ليه؟ يا سلام ده انت كله مجهز وليزر ده صاحبها كله مجهز وليزر يزرع في الجنب تبارك الله بسم الله مش... عقد نهائي الارض ده المتفدان دول خد بالك الارض ديت كانت حجازي ايوه وهي اتحرطت كده ومجهز على الجنب عشان تتقلب قمح يزرعوها قمح مكان الحجازي تبارك الله يلا نقول اللي نقوله التعرف على الطينه اللي هناك الارض الطينيه اللي هناك دي يلا ما اعرف تبارك الله كل هذا بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله ماشي نطلع من هنا كده وناخد بعضنا كده ونشوف كده نبص الارض اهيت احنا طبعا المغرب خلاص هيقدم شايف الارض الدنيا يلا 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 تفاصيلك عم عصام كده على السريع يلا قول بص يا حبيبي يا الغالة تمام اولا لو كملت الفيديو للاخر فانا بشكرك اسمع التفاصيل مره ثانيه 100 فدان فيهم 50 فدان برسيم حجاز ال 25 التانيين بيزرعوا محاصيل قمح والكلام ده تمام فيهم 25 فدان مزروعين واخد البالك زيتون ونخيل وليمون وخوخ من 25 دول لقطة في اللي يعني مساحة الأرض كلها على بعضيها عايزين ناخد لقطة في بتوع المحاصيل تمام شجر بعيد يا غالي خليك معاي ال 100 فدان دول على بعضيهم أنت مالك ومال أنا بتكلم فلسطين ليهم بير سطحي 300 متر عليها طاقة شمسية 60 وليهم نص البير اللي هو الأعماق فيه بير أعماق ليهم نص المية بتاعته برضه يعني الأرض دي على بيرين يا غالي عارف انت ما تعرف السعر كام مش هقول لك تركب عربيه وتجينا المايه شغاله في 40 جنيه ناخد لقطه عند المايه تمام انت عارف مش لو قلت لك السعر كام مش هتستنى تركب عربيه قول استنى بس استنى نشوف المايه بعد الثاني استنى نشوف المايه وقول على السعر ماشي انا عارف والله دي ميه الارض بسم الله ما شاء الله نسبه الملوحه هنا 125 جزء من مليون يلا عم عصام دي ميه الارض بسم الله ما شاء الله دي شايفين الميه ترومبه 50 على البير الاعماق الارض من الناحيه الثانيه عليها طاقه شمسيه وبير سطحي 60 الفيديو بتاعها بص يا غالة المية دول قبل التجهيز يعني عاوز خمسة وعشرين اقل حاجة ايوه 25 ما فيش مشاكل يعني ال 100 دول معمولين 25 لو عاوز منهم 25 ما فيش مشاكل بص عشان ايه عشان لحظة علشان لو هتاخدهم كلهم ومحتاج تاخد الاستراحة بالمصالح بتاعتها فيهم زريبتين الزريبة 1000 متر صح؟ 500 الواحد 2 1000 متر تمام؟ الزريبتين 1000 متر تمام؟ وفيهم مسجد لو هياخدهم يحاسب عليهم وياخدهم ركز فيديو تمام؟ قول يا غالي اقول لك سعر الفدان كام؟ 85,000 خلاص سعر الفدان 85,000 لو هتشيلهم انت حتة واحدة قابل للتفاوض يعني لو هتاخد المية على بعضهم كده قابل للتفاوض هتجزئ يبقى الفدان فيهم عامل 85,000 جنيه ودول 25 تلاقي 25 فدان حاجة تاني يلا يلا سلام Thank you.